تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهن الدهور. آمين. باسم الإله الواحد وكلمته وروحه الإله الأحد الذي لا ثاني له ولا ثالث. آمين. آمين. سيداتي سادتي، تعودتم دائما على هذه الفيديوهات أن تروا كاهنا يخاطبكم، ولكن اليوم عندنا مناسبة حلوة. معنا الأخ فيكتور أبو الأمير، وطبعا فيكتور هو اسم مجيد في التاريخ المسيحية لأنه اسم قديس بابا فيكتور، الذي كان له الفضل الأكبر في تحديد وتثبيت عيد الفصح المجيد المسيحي ضد الأربع عشريين كوارتو ديسيمنز، اللي كانوا بدهم انه نعيد الفصح المسيحي مع اليهود. فقبل مجمع نيقيا البابا فيكتور، وكان اصله من شمال افريقيا يعني منطقة اللي اليوم نسميها المغرب العربي، هو اللي اوشك انه يحرمهم من الكنيسة وقال لهم احنا مش يهود، وبين لهم انه التاريخ اليهودي غلط، يعني انه التقويم اليهودي الرزنامة اليهودية ناقصة. وبعدين اصر بهالعبقرية البابوية البطرسية الفيكتورية بدي اقول، اصر انه عيد الفصح يكون يوم احد. ومش بس هيك طبعا، اوتوماتيكيا كل يوم احد هو الاحتفال الاسبوعي بعيد ميلاد المسيح، بعيد قيامة السيد المسيح من بين الاموات. اهلا وسهلا بالاخ فيكتور. الله يخليك. هلا في فترة حضرتك تركت الكنيسة مع انك كنت من طلاب مدرسة كاثوليكية وولدت في عائلة كاثوليكية لاتينية. الانسان بتعرض لكثير بحياته، واحنا مش معصومين عن الغلط وصح ولا معصومين عن الخطيئة. أكيد. نعم. ولكن ربنا هداني رجعك الى الكنيسة، او خلينا نقولها باسلوب بشري انه حضرتك رجعت للكنيسة بشكل صحيح. نعم. فشو اللي حصل بهالمرحلة الثانية، بما انه مرحلة السلبيات مش ضروري نحكي عنها. بالضبط. تفضل. لو بس ترفع الصوت على اساس نعم. درجة أولى، أي إنسان ممكن يتعرض للموقف اللي أنا تعرضت فيه. صحيح إحنا في مدارس كاثوليكية، ولكن أنا مش بدي أحط الملامة على الكنيسة في هذا الموضوع، إلا إنه إحنا فعلاً بنكون في الكنائس وفي المدارس الكاثوليكية، ولكن نفتقر كثير من العلم اللي يتعلق بالدين. فنطلع احنا بنكون خلصنا المدارس والجامعات ولا نفقه شيء بالدين، فبنوقع فريسه سهله في الاشخاص اللي بيكونوا عندهم اطلاع اوسع، فبالتالي بننبهر بطريقه، خلينا نقول كلمه ننبهر، يعني فعلا عمليه انبهار للانسان اللي بيكون متكلم وبيجي بيستشهد من الكتاب المقدس، فبتلاقي حديثه منطقي واقعي وموثق يعني الكتاب المقدس يبدو بالضبط. فطبعا انت بتلحق هذه الفكره اللي بتلاقيها فعلا ايجابيه وفعلا بتحكي بطريقه لبقه جدا، وبتلاقي من اخلاقياتهم وسلوكهم اللي فعلا بشكل حسن جيد جدا، يعني هذا ما يبدو بالضبط. فهذا بيعطينا الانطباع وبذات الوقت الاندفاع انه نمشي وراء هذا المجموعه من الناس. نعم. بعد إذنك وإذن المشاهدين بدي أعلق على الموضوع الأول اللي بهمني جدا، اللي هو إنه الكنيسة الكاثوليكية مش إنه نطلع لا نعرف شيئا من المدارس الكاثوليكية ولا الأرثوذكسية. اللي بيحصل إنه في المدارس الكاثوليكية والأرثوذكسية يعني المناهج هي مناهج إيجابية لا شك، بس تقليدية فقط. بس تسمح لي أنا اللي بدي أتطرق لوجه ثاني من الموضوع نفسه، إنه اللاهوتيين أو الكهنة أو الرهبات اللي عملوا هاي المناهج
ما حسبوا حساب للاعتراضات. بس بيقولوا لك الاشي ايجابيا. ما هو ايماننا؟ كيف نمارس ايماننا؟ شو هي المعمودية؟ من دون بغض النظر، بصرف النظر او بعدم معرفة شو هي هو الاعتراض. صحيح. في حين انه اللي بيقترحه الفاتيكان من زمان بالحديث الخمسينات كان اشي مفروغ منه هذا. انه راح تسمع الاعتراض الفلاني والجواب عليه كذا، راح تسمع الاعتراض الفلاني اللي بينكر وجود الله حاشا وكلا، الجواب عليه كذا، راح تسمع انه القديسين فيش لهم شفاعة، الجواب عليه كذا. ظل هذا الشيء عند بعض الكنائس الأرثوذكسية موجود. صح. في الكنيسة الكاثوليكية بعض الناس فهموا غلط الروح المسكونية واستغنوا عن الدفاع. طيب لما انت ما بتدافعش بالعقل وبالمنطق عن وجود الله، عن الكتاب المقدس، في ناس بحاولوا بمنطق مزيف. صحيح. وبسلبية انه يدمروا. نعم. زي ما بقول مثل عربي، الباب اللي بيجيك منه الريح سده. طب لما انت ما بتسد الباب راح يضل يجيك منه الريح. صحيح. وكل الاعتراض تبعتهم يمكن تتلخص بعشر نقاط. 100% صحيح. 100%. عشان هيك البطرك المرحوم يعقوب بلتريتي اوصى بكتاب اللي الفه من سنه 1947، قدس الاب يعقوب حنا سعاده وهو من يافا، اللي اسمه الجواب من الكتاب. صح. بيعترض عليك الاعتراض، بتجاوبه كذا، والحمد لله الان في مدارسنا الكاثوليكيه هلا صار في يعني عمم هذا الكتاب زياده على كل الاشياء الايجابيه اللي بتحكيها. يعني بعد ما وقعوا على الخطا هلا صلحوا الخطا. ولكن مش الكل مقتنعين. ليش؟ مين اللي مش مقتنع؟ مع الاحترام، اللي مش مختلط مع الناس. صح. اللي ما داء الاشي بجلده. لانه بالنسبه لانسان، بالنسبه لكاهن لاهوتي، هاي الاعتراضات بعدها بدون مؤاخذه مع الاحترام بعدها اكيد اشياء، يعني خلينا اقول اشياء يعني تافهه. فانا بدي اقول كلمه، انا بحسن حظي انا اللي وقعت في مطب حلو هالمره، المطب اللي وقعت مع الاب بيتر مدروس. هذا كانت بالنسبه لي هي فرصه ذهبيه زي ما بيقولوها، اللي فعلا هامل غشاوه عن عيني وصلح لي المعلومات اللي انا كنت افتقرها. كنت دائما افكر انه هنا صح وهنا غلط، وهنا الغلط وهنا صح، فهنا حط لي النقاط على الحروف. اذا لولا هذا الاشياء، هذه وحده. نقطه ثانيه، صحيح زي ما سمعته في بعض المقالات الثانيه او الندوات الثانيه، مش بس مجرد الكلام المعسول هو بيدل على الدين الحسن، ممكن يكون كلامك حلو ولكن اعمالك دون للاسف الشديد. فانا وقعت في مطبات بلاش نقول عديده، جيت للاخوان هذول اللي بسموهم بين قوسين اخ، جيت للاخ اقول له مثلا ساعدني في الموضوع الفلاني، اعطيني التوجيه الفلاني، لا احنا ما بنعرفكش. جيت للاب بيتر مدروس اتشاور معه، اعطيني نصائح، تقدم لي بعض المشورات، كان على اهب الاستعداد. فهنا زي ما بقولوها رب اخ لم تلد بامك. فهنا الاخ لما زي ما بقولوها كمان بالانجليزي بيقول A friend in need is a friend indeed. انت بتحس ان الدين طبق في هذا الانسان لما بيطبق المشوره الموجوده في الكتاب المقدس، مش مجرد تقول للانسان السعان والبردان والجوعان تقول له روح اتدفى كانه اتدفى، ما اتدفاش. فانت بدك تعطيه الكلمه الحلوه، الكلمه الدافئه، التشجيع حتى يقدر يحس المساعده العمليه، المساعده حتى بشكل لو وصلت لانك انك فعلا تشلع ثوبك وتعطيه الثوب على اساس تفرجيه انك انت فعلا مؤمن، مش مجرد كلام بكلام. فهذه كانت النقطة إيجابية جدا يعني في الموضوع الثاني. إذا النقطة اللي استشهد فيها أو الأفكار اللي تفضل فيها الأخ فيكتور أبو الأمير
موجودة في رسالة القديس يعقوب. وطبعا قالها كمان القديس يوحنا الحبيب: لا يكون لا تكون محبتنا بالكلام ولا باللسان بل بالفعل والحق. صح. وبعدين نيجي على آخر آية تقريبا من رسالة مار يعقوب الفصل الأول، آية 27 ولا 37، 27 بقول: ثريسكيا كثرة. ثريسكيا كثرة يعني الإيمان أو الدين النقي لدى الله الآب هو إيش؟ الكلام الحلو؟ لا، هو الاهتمام، الاعتناء باليتامى والأرامل في حاجتهم، وصيانة الإنسان نفسه المعامل العملية، يعني مش بس مجرد كلام بكلام. على فكرة كلمة ثريسكيا باليوناني زي ريليجيو باللاتيني زي دات بالعبري تعني الديانة، الدين. صح. ما بتلاقوهاش في ترجمة يهود يهوى 1950 وما بعد، بتلاقوا the form of worship، the form of worship حتى يزيلوا صيغة من العبادة، من العبادة حتى يزيلوا كلمة دي. بس حضرتك لمحت إذن بدنا نيجي على النقطة الأولى اللي هي إنه حضرتك صار عندك اقتناع في مرحلة معينة إنه الكنيسة غلط، وهدول الجماعة اللي بقول عن حالهم شهود ليهوه، طبعا شهود يهوه اسم يهودي، المسيح قال لتلاميذه: ستكونون لي شهودا، مو إيسس مارترس، أعمال الرسل فصل 1 آية 6 وتابع، ستكونون لي شهودا مش شهودا ليهوه. إذا شهود يهوه حسب أشعياء 43 10 و 12 هم اليهود زمان أشعياء، يعني على القليل 600 سنة قبل المسيح. ولكن طبعا هلا مش أنا اللي بدي أتكلم، إنه هون عندنا شهادة حياة. حضرتك في فترة كان عندك اقتناع أو قناعة إنه الكنيسة غلط وهدول صح، ما الذي غير هذه القناعة؟ إذا بتقدر تقولنا تدريجيا بشكل من ناحية الفكرية الأيديولوجية. الأيديولوجية فعلا هي خلينا أخذها بشكل نقطة واحدة ركز عليها، يعني اللي كتير بيركزوا عليها مثلا عن النبوءات، النبوءات عن المجيء النهائي خلينا نسميها، اللي تنبأوا بعض الأشخاص واجتهادات شخصية مع مجموعاتهم، اللي قالوا مثلا فيها مثلا في السنة الفلانية في الربيع الفلاني بده يكون نهاية العالم، تنبؤ تاني صار كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، فهذه اجتهادات شخصية وليست نبوءات الكتاب المقدس، بحيث انه حتى لما سئل المسيح بنفسه قال: انا بنفسي لا اعلم هذا. فاذا كيف الانسان عماله بحط نفسه فوق المسيح بدرجة ويقول عن النبوءات؟ هذه لقيتها مغالطة للمنطق والضمير والدين والواقع، والواقع كان بالعكس يكذبها باستمرار. بالضبط، لانه تنبؤوا عدة مرات بالسنين الماضية. بعدين للاسف انه انا كان لي شخص ما مقرب جدا، للأسف الشديد من انتمائه لهذا المجموعة بطل يشتغل، بطل بده يسافر، بطل بده يسوي كذا، بطل بده يجي، بطل بده يجيب أولاد. ليش؟ لأنه بكرة جاي النهاية. هالحكي أمتى؟ هذا بجود الخمسينات أو الستينات، بجود السبعينية فلقيت إنه 1970 1975. فللأسف الشديد هلأ الأيام هذه هو زلمة مسن يعني، وبيعاني من قلة الأولاد، من قلة الزواج، من قلة حياته الاجتماعية، لقى حاله زي المنبوذ. على فكرة هذا الإنسان سؤال: إذا مش راح تيجي نهاية العالم يا أبو فلان، هل راح تغير رأيك؟ قال: أقسم بشرفي ونعم أنا راح أغير، وهيو لسه معه. طيب شو في عنصر ثاني كمان ساعد؟ هذا كمان في تناقض بي 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 بإيمانهم اللي بيحكوا فيه وبتطبيق هذا الإيمان بشكل عملي. تيجي بتسأل: يا أبو فلان مثلا عملك بتسوي مشروع التيرن أوفر تبعه بعد 10 سنوات، طب أنت عملك بتبشر في نهاية العالم والمشروع تبعك لسه بده يستغرق 10 سنوات.
طب هذا لا ينسجم مع بعض، وهو إنسان في رتبة شيخ، ومش بس واحد، ومش بس اثنين، غريب. طب أنت بتحكي شيء وبتسوي شيء آخر، شو كانوا يجاوبوا؟ لأنهم دائما جواب بس طبعا مش مضبوط. طبعا ما هي هذه كل واحد على حسب مزاجه إلى الأعذار نفسه يعني. عشان يقول لك لا إحنا نشتغل للحياة، لا لا كأن هذا الأبد يعني، ولكن الذين كانوا جاي بكره الصبحيات راح يكون تجاه هرمج الدور هاي اللي موعودة فيها، لساتنا لسه مستناها مش عارفين امتى بالضبط. شو كمان عنصر ثالث مثلا ساعدك؟ للأسف يعني في بعض الأشياء اللي كمان المعتقدات، وقصة نقل الدم، وقصة هلا حضرتك متجوز والله أعطاك أولاد، الله يخليهم أربعة، الله يخلي حبايبكم جميعا كمان المشاهدين، شكرا. ومفيش أعز من الولد زي ما بيقولوا لي، وهذا واقع أكيد. أشوف محبة والدينا إلنا. هلا لما بدون مؤاخذة واحد من أولادهم أو نسائهم، بعرفش مين الواحد بحب أكثر، ابنه ولا زوجته، احتاج لدم. بالضبط، يعني أنا هنا بيصير في صراع، صراع نفسي وصراع يعني الإنسان مش ممكن يقدر يتخلى عن موجة كبده. لو كان ابنه مثلا صحيح تعرض لمشكلة ما وبحاجة لدم، يا اخي برضه في المختبرات مش قليله يعني، بيقدروا يعرفوا يفحصوا الدم ويشوفوا اذا كان هذا نقي او غير نقي او جيد ومش غير جيد، وبياخذ الولد وبعيش. يا ما صار في فعلا الناس كانوا تحت المذبحه يا خلينا نسميها، واخذوا وحدات دم وعاشوا. منهم الاب يعقوب حنا سعاده نفسه، يعني منهم والدتي الله يرحمه برضه، بس عاشت يعني كثير بعد ما بغض النظر عن ذكر اسماء وحالات عديده جدا. فمش معقول تكون هذه فعلا خلينا نسميها شريعه الهيه، انه دمك الك لوحدك، ولو وقع ابنك ما تعطيهوش. يا اخي مش منطق يعني، بتلاقيهاش فيها نوع من المنطقيه هذه. نعم، هذه كمان نقطة. طبعا هذا سوء فهم لتفسير الكتاب، لقيتها تفسير خاطئ يعني، سوء فهم للكتاب المقدس يعني، تكوين 9:4 ولا غيره اصلا بيحكي عن دم الحيوانات اكثر شيء، دم المواشي. ولكن لما بقول اطلب دمكم منكم، العبارة العبرية دراج دم، مش معناه الله بيطلب منك كم لتر دم عندك، دراج دم يعني يطلب الثأر، يطلب الثأر للدم المسفوك. المسفوك بدليل الآية اللي بعدها بقول سافك الدم، يعني منه يطلب الدم أو يسفك دمه، زي ما قال راح يقول المسيح في متى 26:52 من أخذ بالسيف بالسيف أيضا يهلك. فأنا بدي أضيف كلمة شكر ثانية وثالثة ورابعة، لأنه مع أنه بعرفش هالإنسان هذا كان بيني وبينه خصم شديد جدا اللي هو الاب بيتر مدروس من كذا سنه، وانا ما بعرف كيف تحملني، تحمل غباوتي خلينا او تقول دمي، ما بعرفش قديش كان صبور حليم وعنده محبه صادقه. غفر لي، ومش بس غفر لي يعني، مش بمعنى بس غفر لي، ضلوا مثابر وراي 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 لحتى ما انا صار في عندي القناعه وعرفت انه هذا الانسان مش بس الصادق والصديق الصادق، لانه فعلا هذا الانسان افتخر انه يكون هو صديقي، افتخر. تسلم. هلا لما كنا تتذكر لما كنا نناقش في مواضيع، بالضبط انا ما كنتش فقط اجيب الكتاب المقدس في نصوصه الاصليه، صحيح، كنت دائما اجيب نفس كتابات شهود يهوى، صحيح، استشهد بذات الكتابات، كنت اطلع افضالك، هي كتابه هي بين ايديك، تفضل، بترك بين ايديك النسخه حتى تسال، لانه كثير مرات كنت تقول لي لا انا بدي اسالهم. مزبوط. لا بقى هلا لانه بيشجعوش انك تضلك ترخي دانك لرجال الدين، لانه هذول بين قوسين بلاش اقول الكلمه. هل تتذكر هل تتذكر مواضيع معينه اللي
بعد نقاش بين شو يعني النقاش؟ انه انا مش انه بدي تقول باللبناني اشارعك لا مش عمليه قصع عمليه انه تفضل يا عمي بعينك هي موجود في كتبهم مثلا برج المراقبه ما كانش اسمها برج المراقبه زاينس واتش تاور يعني لما بقول لك اتس اونلي ا كوميرشال انستتيوشن فتغيير الاسم والعنوان وكذا كل هذه الاشياء تغيير يعني شو كان وقع هالاشياء لما مثلا كان الاب بيتر يورجيك هاي النصوص شو كان وبعدين طبعا اتركك في بيتك العامر وانا اروح حتى في ساعات متاخره من الليل مزبوط. شو اللي كان يصير عندك نفسيا مع انه زي ما تفضلت كان الرفض والصوت بالضبط والعمرك ما تسألت انه يا عمي مزبوط اللي بحكيه ما هي من كتبهم كنت اعتبر انه انا عمالي بستقي من العبد الامين والعبد الامين على حسب المصطلحات الموجوده في الكتاب المقدس انه هو اللي بيكون المسؤول الاوحد في توصيل الرساله لعامة الناس فكنت اعتبر انه هو النبع هذا اللي لازم الانسان يشرب منه وليس الاماكن الاخرى فارفض كنت الكلام واقول لا هذا هو العبد الامين اللي عمال بحكوا عنه وهذا لا يمكن يخطئ لانه هذا مختار من قبل الله بس لما شفت للاسف عده مطبات لهذا العبد الامين معناته بطل العبد الامين ولا هو الصله او همزه الوصل بينه وبين العالم او العالم مع الاله انه هذا هو العبد الامين العبد الامين لا يخطئ فهذه كانت نقطه كثير بالنسبه لي غيرت طريقه تفكيري وزي ما قال احد الاخوه اعتقد من دار رفيدي اللي باستراليا صار من الشهود وبعدين رجع للكنيسه رجع للمسيح رجع للمسيحيه لانه لما الانسان بصير شاهد يهوى بصير يهودي وهو معوش خبر يعني هي مش بس كلمه يهودي لا يا ريت لو كلمه يهودي معناته بينكر المسيح بس هذا الجماعه لا ما بينكروا المسيح بالعكس بيعترفوا بالمسيح ولكن شويه لابس توب ثاني مش التوب اللي احنا بنعرفه في توب ثاني بتاثير الفكر اليهودي فبيفك بافكار ثانيه يعني بافكار شوي صغيره متوجهه ل خلينا نسميها بين قوسين لليهوديه اكثر اليهوديه مع اعتراف كمان في مجله برج المراقبه سنه 1985 انه لحد 1932 احنا اعتقدنا انه الاسرائيل تبعت الكتاب المقدس هي اسرائيل اليوم بالضبط طيب معناها هذا بطل عبد امين حكيم بالضبط اذا من 1890 خلينا نقول لا 1932 علموا الغلط شو بضمن لك انه حتى يبرروا هالشيء شو قال لك نور الصديق يتزايد بالضبط كلمه نور يتزايد هذا بتدرعوا فيها هالمجموعه انه كل مره بيطلع شيء جديد بقول لك ما هو النور يتزايد النور يتزايد الا وضح النهار طب احنا لساتنا بالعتمه واحنا في القرن العشرين لساتنا في العتمه لسه بالقضايا سؤال على فكره النور يتزايد عمره ما قال النور يتناقض يتناقض يعني ما قالش انه بيكون في ظلام بصير نور بيكون في نور بصير ظلام مش ممكن هذا هو في تصاعد يعني التزايد بده الخير يزيد مش انه تحكي غلط بعدين ترجع للصح صارت الاشي اللي انت بتفكر انه صح بعد فتره يتضح انه هذا اللي قلت عنه صح هو غلط بالضبط زي منعه من نقل الدم قبلها منعه من التطعيم بعدين اضطروا يسمحوا فيه عشان يسافروا منع زراعه الاعضاء بعدين اضطروا يسمحوا فيه على نقل الدم في احدى الدول حسب المحكمه الاوروبيه في استراسبورغ منعتهم انه يدخلوا احدى الدول إذا ما بيسمحوا بنقل الدم فسمحوا بنقل الدم بهاي الدولة في دولة المكسيك بتمنع كل إشي ديني الكنيسة في المكسيك طبعا معظم المكسيكيين كاثوليك لا يحق لها أنه تملك شيء في المكسيك ممنوع ألبس هذا التوب أنا الدولة هي ضد الكنيسة ففي المكسيك مجلة برج المراقبة إلها إيش إلها عنوان تاني ما اسمهاش دين اسمها ديستريبوسيون دي كولتورا توزيع امور ثقافيه في المكسيك ما بيصلوش شهود يهوه لانه لما يصلوا في
في اجتماعات دينية، يصير مجموعة دينية معناها لا يحق لهم انه يملكوا شيء. اذا هم ملاكين والكنيسة الكاثوليكية بكبرها لا تملك شيء بالمكسيك. اذا هذا كمان شيء، هذه النقطة الأولى اللي أنا ذكرتها بس بدي أراجع عليها بطريقة ثانية شوي صغيرة. شوي صغيرة هي كنت أنا مجروح وما زلت شوي مجروح من قبل الكنيسة ككنيسة مش كأفراد بس. للأسف الشديد ما علموناش الدين صح وما عملوش ما عملولناش إحنا كطائفة أو كأولادهم زي ما بقولوها بالإنجليزي beloved sons. إحنا كنا بس مجرد تابعين، مجرد تابعين. خليني حاش هناك لا كانوا الألقاب كانت شوية صغيرة فيها تقرب أكثر فيها تآخي أكثر. ليش؟ يقول مثلا مجتمع صغير هناك اللي بسميك بالإخوة، هنا تفتقر لكلمة في القداس في القداس يبور الخوري صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القديم بالقداس شكل للخوري زنزل من عم من المنبر ببطل القداس إذا خلينا نرجع للفكرة الأولى. الفكرة الأولى شو هي؟ إنه الكهنة خصوصاً غير المتزوجين، طبعاً في كتير أشياء زي ما بقولوا فوائد في التبتل، ولكن في إشي ينقص أكيد خبرة الحياة بالضبط يفتخر بهذا. في الكنيسة الشرقية وفي الكنيسة الكاثوليكية الشرقية عندنا رجال متزوجين يرسموا كهنة بعد هذا يعلموه، وهذا أنا اللي بشوفه صح. هلا هدول بيكون عندهم خبرة أكثر، مشاعر مضبوطة، عندهم خبرة أكثر من هالراهب الناسك اللي بعرفش اللي بالنسبة له هالاعتراضات تبعت هالبدع الأمريكية اليهودية هي بدون مؤاخذة اعتراضات سخيفة، فما تفكر إنه يحطها في التعليم المسيحي. بقول لك شو بدي احط انا عقلي بعقل اعتراض سخيف زي شو ممنوع نقل الدم؟ ايوه كان في نقل دم على زمان المسيح ولا الرسل ولا موسى، كانه المسيح ولا الرسل ولا موسى بقولوا للناس ممنوع تطلعوا بطيارات كي ال ام. يعني بالنسبه لنا احنا كلاهوتيين بدون مؤاخذه ما بيقدر يكون في ذات المشاعر. زين عشان هيك بدنا ايش؟ مشاركه العلمانيين يحكون ارائهم يقولون ارائهم عن كتب التعليم المسيحي شو ناقصهم. بعدين بالنسبه للمعامله طبعا المعامله تختلف من كاهن لكاهن، ولكن ماذا نجد في الكنيسة؟ نجد في الكنيسة مؤسسات مؤسسات مثل مار يعقوب لافتقاد اليتامى، الفرانسيس كاهن كان عندهم الحديد أكم من سنة الأورفانوتروفيو لاستقبال الأيتام. هون في بيت لحم عند السلزيان مشهور لليوم أبونا بيلوني شو كانوا يسموه أبو اليتامى. منيح؟ ما فيش شيء يفتقر المدارس و... تتذكر شو كنت أقول لك قبل 26 سنة؟ صحيح. وين المؤسسات هاي؟ وين مؤسساتهم؟ ما فيش لا ملاجئ ولا مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز لمحو الأمية ولا للمرأة ولا لليتامى ولا للأرامل ولا شيء. بتلاقي الواحد إذن هي إيش بس؟ توزيع كتب ومجلات والمصاري بروحوا للأمريكان لليهود الأمريكان. صحيح. ناش نطول أكثر على الأخوة والأخوات. الله يخليك. هذه فرصة سعيدة. شكراً كبير وشكراً شكراً.